وإلى السودان، حيث قتل 5 متظاهرين وأصيب العشرات برصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من جانب قوات الأمن خلال احتجاجات ضد مجلس السيادة الجديد الذي شكله عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، وذلك حسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان. واتهمت اللجنة قوات الأمن بقتل المتظاهرين خلال استخدامها لقنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الحي لتفريق المحتجين في مدينتي الخرطوم وأم درمان. في المقابل، نقل التلفزيون السوداني عن الشرطة قولها أنها لم تستخدم أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين، مؤكدة إصابة نحو 40 من عناصرها بجروح. من جهتها، أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن أسفها للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين خلال المظاهرات، وقالت في تغريدة إن المحتجين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية، كما أدانت الاستخدام المفرط للقوة، ودعت قوى حرية والتغيير إلى تظاهرة جديدة يوم الأربعاء المقبل رفضا للانقلاب العسكري واستبعاد الجيش للمدنيين من الشراكة في قيادة المرحلة الانتقالية. وقالت في بيان إن الطريق نحو دولة مدنية ديمقراطية لا يتوقف. وللمزيد أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ هشام أبو ريدة القيادي في جبهة الوطنية العريضة. أستاذ هشام، أهلا بك. نبدأ بآخر خبر، وهو أن مجلس السيادة انعقد اليوم وتعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام. هي كالعادة، يعني هذا الانقلاب، هؤلاء ماضون على أن يجعلوا هذا الانقلاب شرعي، ولكن هذا لن يحدث أبدا، لأن الشارع السوداني قد حسم أمره. المجتمع الدولي الآن هو يساند الشعب السوداني في التحول الديمقراطي للدولة المدنية، وبالفعل الآن الصراع أصبح يعني شبه منتهي بالنسبة للشارع السوداني، وحتى إذا قاموا بتكوين حكومة هذه الحكومة لن تجد الشرعية. هذا السؤال، من هم المدنيون الذين سيقبلون بالتعاون مرة أخرى مع المجلس العسكري؟ بكل أسف هنالك كثير من الانتهازيين الذين يعني يبحثون عن الوجود داخل الحكم السوداني بغض النظر عن من يشاركون. هؤلاء هم كثر، هؤلاء هم الواجهة الأخرى للنظام السابق، وهؤلاء هم الآن موجودين يعني ويفعلون الفعائل من أجل أن يجدوا لهم موطأ قدم داخل الحكم، وقريبا هم سوف تتكشف هذا الأمر. اليوم الشارع السوداني حقيقة في حيرة من أمره، لأنه الجبهة الثورية متمثلة في عقار وفي الهادي إدريس يعني قد ظهروا بعد أن اختفوا تماما، والكل كان يعتقد أن هؤلاء انحازوا للشارع السوداني ولن يقبلوا بأن يكونوا جزء من هذه الحكومة التي لن تجد الشرعية. فالآن هنالك لغط كثير يعني داخل الشارع السوداني، الآن تكشفت الوجوه حقيقة، وهذه طبعا الشعار في السودان الآن يعني يقولون لا مكان للريد مرة أخرى. نعم، اسمح لي أن أشترك معي عبر الهاتف الدكتور ربيع عبد العاطي الكاتب والإعلامي السوداني من الخرطوم. دكتور ربيع، أهلا بك. بعد يوم من الاحتجاجات، كيف هي شوارع السودان؟ وكيف يرى السودانيون انعقاد مجلس السيادة اليوم والتزامه بتشكيل حكومة يقول إنها مدنية خلال أيام؟ نعم، أولا يعني هذا الذي حدث بعد أن فض سالف الشراكة بين المدنيين والعسكريين، هذا المشهد هو المشهد الطبيعي الذي كان يمكن أن يتم قبل سنتين، ذلك لأن التغيير الذي حدث في 11 من أبريل من العام 2017 ما كان له أن يكون تغيير يجمع بين العسكريين والمدنيين الذين يمثلون أحزاب بعينها، ذلك لأن التغيير كان ينبغي أن يكون تغييرا مجردا ومبرئا من أي شراكة بين عسكر وأحزاب، وأن يكون العسكر فقط هم الذين يقودون البلاد في فترة الانتقالية بمثل ما كان سوار الذهب في العام 1985، لأن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة قومية بالدرجة الأولى وكان هو المأخذ عليها، والآن المؤسسة العسكرية تعود إلى رشدها وإلى صوابها وتكب تلك الشراكة التي كانت بينهم وبين
احزاب اصلا احزاب لا وزن لها في الشارع السوداني، حزب الشيوعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، اقسام من حزب الامه والاتحاديين. وكان ينبغي ان تكون الحكومه حكومه انتقاليه للتحول الديمقراطي لانعقاد انتخابات عامه بعد مرور فتره انتقاليه لكي يقول الشعب السوداني كلمته. الان انا اعتقد هذا التصحيح الذي تم هو تصحيح لا بد ان يكتمل. اذا دكتور ربيع، انتم تعتبرون ان ما يحدث الان هو اعاده الامور الى نصابها، ليس كذلك؟ نعم. تعتبرون أن ما يحدث الآن من طرف المجلس العسكري أو مجلس السيادة هو إعادة الأمور إلى نصابها، ليس كذلك؟ نعم، إعادة الأمور إلى نصابها بمعنى أن لا تكون هناك شراكة هي تختطف المشهد السياسي، وتكون هذه الشراكة هي التي تحكم البلاد بغض النظر عن رأي الشعب فيها، بمعنى أن العسكريين ليسوا هم الذين يحكمون ولا الأحزاب هذه التي شاركت العسكريين هم الذين يحكمون، بل ينبغي ان تكون وفقا للوثيقه الدستوريه ان تكون الحكومه حكومه تكنوقراط، حكومه كفاءات تقود البلاد نحو انتخابات حره. نعم، ارجو ان تتفضل بالبقاء معي دكتور ربيع. اريد ان انقل كل ما تقول للاستاذ هشام. استاذ هشام، دكتور ربيع يقول بان ما يحدث الان هو الصحيح، وبان من كان يمثل المدنيين في الحكومه السابقه او في مجلس السياده لا يمثلون الشارع السوداني. ما يحدث الآن هو ما يمثل مطالب الشارع السوداني. ما يتحدث به ربيع عبد العاطي وغيره، هؤلاء هم ينتمون للنظام السابق، وما قام به البرهان هو أصل البرهان جزء من النظام السابق. الآن قد تكشفت كل اللي يعني، حتى نحن في الجبهة الوطنية العريضة كان لدينا أمر واضح في هذه الشراكة، وكنا نقول إنه المجلس العسكري هو امتداد للنظام السابق، وهؤلاء هم يمثلون النظام السابق. الآن هم قد اطمأنوا تماما، لأنه الآن البرهان يمثل في الأجندة بتاعت النظام السابق، الآن هو انقلب على ال، ولكن كيف يمثل النظام السابق؟ يعتقل رموز النظام السابق؟ هذه مسرحيه، هذه مسرحيه. نحن في الجبهه الوطنيه العريضه كان لدينا بعد، يعني الاستاذ الجليل عليه رحمه الله استاذ العلم محمد حسنين كان يقولها كثيرا، انه هؤلاء سوف يعني ينقلبون على الـ على الـ على الـ على الديمقراطيه مره اخرى، وسوف ياتون الينا من الباب الخلفي للهبوط الناعم والتسويه السياسيه. الان نحن نبشر الشعب السوداني، نحن لن نسكت وسوف نستمر الى ان نقتلع النظام من جذوره، وسوف نلقي بهؤلاء الى مزبله التاريخ، لان هؤلاء اذاقوا الشعب السوداني والبلاد. نحن لم، هذه الثوره قدمت ارتال من الشهداء من هؤلاء الشباب من اجل الانعتاق الشامل من النظام السابق، النظام الشمولي، النظام الدكتاتوري الذي اذاق الشعب السوداني والبلاد. ونحن عددنا القوانين لهذا الامر، يعني الذين الان يطلعون في الاعلام ويحاولون الان ان يشرعنوا هذا الانقلاب، هؤلاء سوف لديهم، نحن عددنا القوانين، سوف يحاسبوا، وهذه الجرائم التي ارتكبت لن تسقط بالتقادم. اي من شارك النظام السابق، واي من طبل للنظام السابق، واي من اكتسب من النظام السابق سوف يحاسب، وسوف يحاسب محاسبه عادله وناجزه. فنبشرهم جميعا، هذه الثوره العظيمه لم تاتي بالورود والرياحين، انما جاءت بالدماء، دماء الشباب الطاهرة، من أجل الانعتاق من هذا النظام. نعم. دكتور ربيع، سمعتم إلى ضيفي الأستاذ هشام، وجهة نظر التي تعبرون عنها هي وجهة نظر النظام السابق، والبرهان أيضا ينتمي للنظام السابق، وما حدث كله عبارة عن مسرحية. هو طبعا بالتأكيد يعني من سهل المكان أن تقصي يعني شرائح الشعب السوداني وتقول هؤلاء يفرون النظام السابق. نحن نتحدث عن المواطنة ونتحدث عن الشعب السوداني عندما تنعقد الانتخابات ويقول الشعب السوداني كلمته. من أين لفئة معينة أن تصعد على رأس الشعب السوداني وتقول أنا الشعب السوداني؟ أنا أعتقد بأن الذين يقولون ذلك هم الذين يودون ممارسة الدكتاتورية المدنية، بمعنى أنهم من وراء ظهر الشعب السوداني يخرجون يعني عدد يقول الاف ومئات الالاف، وان الشعب السوداني ليس هو شارع الستين وليس هو شارع الاربعين وليس هو بري، وانما الشعب السوداني هو الذي يقول كلمته في الانتخابات، ثم ياتي من ينحاز من الشعب السوداني عبر صناديق الانتخابات. اما اي حديث اخر، اي كلام اخر يعني لمفاضله حق الشعب السوداني، وان نقول بان هناك شرعيه
لأحزاب معينة. هذا حديث بالتأكيد تزرق رياح إلى محل. شكرا جزيلا لك دكتور ربيع عبد العاطي الكاتب والإعلامي، كنت معنا من الخرطوم عبر الهاتف. أعود إليك سيد هشام، ولكن بسرعة، مسألة تمثيل الشارع، من يمثل الشارع السوداني حقيقة؟ يمثلوا القوى الجادة التي عملت من أجل إسقاط النظام منذ 89. هؤلاء هم الآن الموجودين داخل الشارع السوداني ويمثلون شريحة الشباب، الشباب الواعي الذي قدم نفسه وقدم التضحيات من أجل الانعتاق من هذا النظام الدكتاتوري، النظام الذي أذاق الشعب السوداني وبيلاد. وهذه المحاكمات سوف تأتي قريبا. نحن في الجبهة الوطنية يعني أن نبشر الشارع السوداني، نعمل ليل نهار من أجل تقديم هؤلاء للمحاكمة، نضغطهم خارجيا مع المجتمع الدولي ونضغطهم داخليا من خلال الشارع السوداني. والثورة ماضية إلى أن تتحقق آياتها. ليس هنالك ردة، لن يأتوا مرة أخرى لكي يحكم الشعب السوداني بقبضة الحديد والنار، لأن الشعب السوداني قد قال كلمته الآن، والشباب الآن في الشارع على استعداد أن يقدموا المزيد من أجل الانعتاق ومن أجل محاكمة هؤلاء وتقديمهم للعدالة. شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام أبو ريدة القيادي في الجبهة الوطنية العريضة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. شكرا على حسن المتابعة، يمكنكم متابعة فقراتنا على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبثنا المباشر على قناتنا في موقع يوتيوب. وإلى لقاء آخر في أمان الله.